يا ترى باكل الدرابزين او بتغدى الباب؟ طيب اذا باكل التراب بشبع او بموت. يمكن من اوضح انحرافات الشهيه هي عند المراه الحامل لما تشتهي تاكل الصابونه، او بعض الناس النكدي اللي بتطلب لبن العصفور لترضى. لكن مثل ما حكينا بالحلقه الماضيه انه احيانا ممكن بظروف معينه المجاعه تخلي الناس تتحول لاكل بعض الحيوانات الغريبه او الدواب او الجثث او البشر، مثل ما صار بالصين ومصر. لكن هل كانوا يعملوا هالشي بشهية؟ وهل هذا ممكن يدل انه حالة المجاعة ممكن تعمل انحراف بالشهية يفسر كمرحلة نهائية كون بعض الاشخاص بصيروا كارنيفور؟ مع العلم انه ببلد مثل لبنان بعض الاكلات دخلت على المطبخ اللبناني في حالات الحروب اللي كانت تسبب مجاعات، اللي خلت الناس تاكل أصناف عشبية معينة وأوراق الشجر. وكأنه الفيجان والكارنيفور هن وجهان لعملة واحدة. لكن هل ممكن يكون كارنيفور واحد وإذا بيشوف مرتبان عسل بده يحضنه بعد شوي، أو أنه يكون فيجان وممكن يتخيل بني آدم حده كسيخ شاورما؟ طيب كيف ممكن يكون شخص ناصح وهو ما عنده شهية دايما مفتوحة ومش قادر يبطل أكل؟ هل هذا شيء طبيعي ولا هو هذا كمان انحراف للشهية؟ أو شخص فعلا كتير ضعيف وهو ما عنده شهية أبدا للأكل، عشو بدلنا هالشي؟ هل الشهية نفسها نحن بحاجة لنكافحها أو نعملها أطر وقوانين؟ ولا هي ممكن تكون عرض ودليل انه في مشكله وراها، ممكن تكون هرمونيه مثل ما الشكل الطبيعي للمشاكل الهرمونيه ممكن يكون عند مرأة حامل مثلا، او هرمونيه لانه يكون في مشاكل بالغدد الاساسيه اللي لها علاقه بالميتابوليزم طبعا، مثل الغده الدرقيه ومثل اكيد هرمونات اللي هي بتاثر على سكر الدم مثل الكورتيزول، واذا طبعا اذا في مشاكل بالانسولين وغيره. أو هي مشكلة بالميتابوليزم، مثل ما كنا دايما عم نحكي عن مسألة ميتابوليزم الكبد وميتابوليزم العضلات. هل الإنسان إذا كان هو إمتى بده يكون لازم يكون وصل لمرحلة جوع عن جد؟ وكيف هو بفترة معينة من نهار بيكون نشيط وحيوي وما عنده إحساس بالجوع؟ طبعا بنلاحظ انه بعض الاشخاص سواء الضعاف او الناصحين اللي عندهم مشاكل، خلينا نسميها مثل ما اصطلح سميها، انه عندهم مشاكل بالميتابوليزم العضلات او ميتابوليزم جسمهم قليل، هن بهالفترة اللي هي المفروض مش فترة تغذية، هن بيكونوا بحاجة بشكل اساسي للطاقة. وانه بدنا نحكي مثل ما حكينا نحكي دايما عن انه بعض انواع الدايت هي بتعتمد بشكل اساسي على ميتابوليزم الكبد او على الجلوكونيوجينيسيس، لما تصنيع الكبد للجلوكوز من مصادر اللي هي غير الجلوكوز، اللي هي صرنا المفروض نعرفها انه هي احماض دهنيه او احماض امينيه او احماض دهنيه او تريجليسيريد من الجليسرول تبعه بشكل اساسي، يعني من البروتينات والدهن والدهون من الجلوكوجين اذا كان بعده موجود بفتره بعد التغذيه بشكل بمرحله قصيره. فاذا ما كان الشخص عم بيواجه مشكله بهالمرحله، معناتها اي اضطراب بالشهيه لازم يكون ضمن يعني معروف انه ضمن مرحله النشاط، لازم ما يكون فيها الشهيه. طبعا في عوامل كثير بتلعب دور بمركز المخ للمكافآت والشهية العصبية وغيرها، لكن الدايت مثل ما عم نحكي هي بتركز على ميتابوليزم الكبد اللي هو المفروض ينتج الجلوكوز من مصادر داخلية، يعني انتاج الجلوكوز من الكبد من الدهون والبروتينات لازم يكون من الدهون اللي جاي من الجسم، والبروتينات لما يكون الصيام وصل لمرحلة طويلة أو الإجهاد العضلي أو العصبي، طبعا العصبي لأنه هالشي بيؤدي لارتفاع الكورتيزول يعني ببلش تكسير البروتين، فلما يكون وصل لمرحلة الإجهاد مثل ما حكينا قبل عن الإجهاد، بيكون الاسترس عم بخلي الجسم ياخذ الجلوكوز من البروتين،
اللي هو داخلي المفروض، لكن لما توصل لعملية التغذية، العملية التغذية الأساسية لازم تعتمد على شكل أساسي على أخذ حاجة الجسم للبناء من بروتينات ودهون وللطاقة بدورة الطاقة الكاملة بالجسم اللي ممكن يكون أهم أو هو فعليا أهم مصدر لها هو الجلوكوز. هذا الربط بتمنى يكون عم يتوضح شوي شوي وراح نستفيد منه لقدام، وشكرا. ترى